السلام عليكم. الله يخليكم. انا بنت ويسلان، اطار مهم في الصحه، سلم 11. دوزنا حياتنا كلها في التوليد، ودوزنا في علاجات ديال الناس وكل شيء، ولكن هذه المنطقه مهمشه من ناحيه الولاده، وكنتمناو هاد النساء نعتقوهم ونكونوا معاهم في حسن الظن. وانا كاطار دولا انا سنساهم براسي، ولكن تنتمنى منكم تساعدونا وتهلعونا الماموريه وتعطيونا هذا المركز نستعملوه كولاده الولاده لهاد النساء، ومنها نكونوا اجر مع الله ومعاكم ان شاء الله باذن الله تعالى وتبارك. هنا منطقة ويسلان معروف عدد السكان ديالها كيفوق 120,000 نسمة. فاش كتبغي السيدات تتشدوا من المخاض خاصهم يمشيو، عارفين هما المشكلة هذه بحال البوادي. دابا حنايا بحال اللي عايشين في بادية، أن إلا شدها الوجع خاصها تمشي حتى البانيو. البانيو راه مسافة كبيرة بين تقدر تولد ويموت لها داكشي الطريق، تقدر حتى هي تموت. اللهم نعتقوا هاد النساء نتاع ويسلان والنواحي ديالو والنواحي ديال هذا الاسلام. انت باعتبارك انك يعني اطار في الصحه، واش كتشوفي ان هذا المركز مؤهل يكون؟ انه مؤهل جدا. هذا المركز نحسبه مؤهل لهذه المهمه نتاع الولاده. كنتمنى من الله تعالى يستجبنا لنا الدعاء ويسهلنا الماموريه ناخذ هذا المركز ونعاونوا به النساء. وانا من ضمن النساء، من ضمن الاطر اللي كتساهم بلا حتى شي حاجه، نعاون هاد النساء نولدوهم ونعتقهم. مستعده نعتقهم ونعتق الاطفال ان شاء الله باذن الله. وماشي غير الولاده، حتى لي سوان، حتى الا كانت مريضه لا تعادي وحده كتعادي 20، حنا نداويوها بلا ما تمشي تتقلب على الجينيكولوج في بانيو. وتنشكركم كثير. السلام عليكم. جواد فنون، رئيس التعاضديه المغربيه لحمايه المال العام والدفاع عن حقوق الانسان فرع مكناس. بالنسبه لهذه البادره ديال هذا المركز التربوي الاجتماعي رياض بستان واحد اللي اقترحته الساكنه، برمجاته الساكنه واقترحاته باش يكون واحد دار الولاده اللي غادي تسهل الماموريه على الساكنه ديال ويسلان وعلى السكان المجاوره لويسلان، كدخيسه كدويمني كمجاط، بزاف ديال النواحي اللي متضررين من هاد المراكز الصحيه القليله. وكانت استجابه للساكنه، وكان تم واحد توقيع عارضات ازيد من 1500 توقيع من الساكنه، ومازال الناس كتقلب على التوقيعات. وكنتمناو من المسؤولين ديال جامعه ويسلان وعماله مكناس على راسهم عامل عماله مكناس السي عبد الغني الصبار باش ياخذ بواحد عين الاعتبار لهذا المقترح ديال الساكنه، ولو 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 غيب القليل، ولو غيب القليل. هو في حق الله وصلتوا ل 1500 توقيع، وضعتوا هذه التوقيعات للاداره. وضعنا عريضه قانونيه لدى جامعه ويسلان اللي كانت اول عريضه في التاريخ ديال ويسلان تحطت قانونيه لجامعه ويسلان، وحطينا التوقيعات ومراسله للسيد الباشا مدينه ويسلان، ونفس التوقيعات النيت ومراسله للعامل عماله مكناس. وكنتمناو من الله ياخذوا هاد الاقتراح هذا من هاد الحلم ديال الساكنه ديال ويسلان، ولو غير قليل غير دار الولاده. حنا الساكنه ديال ويسلان كتفتقر عده حاجات، كمستشفى اقليمي، دار الولاده، مركز تحقن الدم، مركز ديال الدياليز. الناس راه وعلاش واحد السؤال اخر
علاش تم اختيار هذا المركز بالضبط؟ هذا المركز هذا بالنسبه لويسلان عندها بزاف ديال المراكز، كمثلا كمركز دار الشباب اللي هو في الحق الله مهمول، كانت تعطى لواحد رئيس مجلس الدار وتهمل داك 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 دار الشباب الى 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 كان عندكم الوقت وجابتكم الصدفه تمشيو ديروا لنا واحد الريبورتاج على داك دار الشباب. بالمناسبه بحكم المسافه اللي بين هذا المركز ومركز خاتر اللي كيحتوي على 12 شخص هو اللي كاين في, في, في المركز خاتر هو قريب، وكاين مركز السوسيو اللي هو في حق الله مازال الساكنه د ويسلان ما عندهاش فكره على هذا المركز هذا اللي فيه عده المراكز كدار استقبال كلابيسين فيه. يعني القرب نتاع هذا المركز لهذا المراكز هذا المركز يرحم والديك الله يجازيك بخير. هذا الشيء اللي كاين، وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا هذا الاقتراح ديال الساكنه، وحنا كابناء ويسلان كنفتقدوا بحال هاد البنيات هادو، مع حكم ان ممتلكات ديال الجماعه قلال، وكيف ما كتشوفوا هاد المساحه تابعه النيت للجماعه، وهذيك الدار النيت راه تابعه للجماعه راه مسدوده خاويه. علاش ما تكونش واحد الفكره ويزيدوا هاد البنيه هذه ويزيدوها مع ديك البنيه ويزيدوا يبنيوا شي حاجه اخرى اللي تستافد منها الساكنه؟ وكنطلب من الله من المسؤولين ياخذوا هذا الاقتراح هذا بعين الاعتبار، وشكرا لقناه الدار على الاستجابه ديالها اللي دائما قريبه للمشاكل ديال الساكنه والمشاكل ديال المغاربه بصفه عامه. شكرا لكم، شكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.